أسس أيضا لمجتمع يكون اختيار الحاكم من الناس من الجماهير، ما هوش مجتمع ثيولوجي. ما كان يعني رفض فكرة المجتمع الثيولوجي، وانتم عارفين ما معنى كلمة مجتمع ثيولوجي وفكرة التفويض الإلهي. ما عندناش كلام زي ده خالص، إنما الرئيس عندنا لا يختار من الله، ربنا ما بيختارش رئيس المجتمع، إنما الناس هم اللي بيختاروا رئيس المجتمع. أسس المجتمع تحكمه كل فئة أو دين، أو تلتزم فيه كل فئة أو دين بأحكام دينها في مجال الأحوال الشخصية وفي مجال العمل. وليس، ولذلك أنا بعترض على كلام ابن خلدون لما بيقول حمل الكافة على مقتضى الشرع. لا، الرئيس مش وظيفته حمل الكافة على مقتضى الشرع، كل واحد على أساس دينه وعلى أساس عقيدته، ويعني دي قضية بقى كبيرة. أسس المجتمع يكون الحاكم أو الخليفة فيه نابعا من الجماهير، وليست وظيفته حماية الدين وسياسة الدنيا به كما يقول أبو الحسن الموردي، وإنما هو يطبق القانون والمتفق عليه من الكافة. أسس المجتمع يكون الحاكم مراقبا من المحكومين فيما لم يرد فيه نص، ويدار المجتمع من خلال الرأي والرأي الآخر ومشروعية وجود المعارضة طالما أنها تستهدف صالح العام، لأن المعارضة جزء رئيسي من نظام الدولة. أسس المجتمع متعدد الديانات، ويحظر فيه الاعتداء وتسفيه أي دين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عدم ازدراء الأديان معنى كده إيه؟ أنه أسس المجتمع مدني وطني تعاقدي دستوري متعدد الديانات والأعراق والقبائل، مجتمع ديمقراطي محكوم بثوابت الشرع وهي قليلة، مجتمع محكوم بالقانون وآراء الخبراء، مجتمع مدني يؤكد على سيادة بعد كده بننتقل. طيب هم جماعة إيه بقى الأخطاء الموجودة في الفقه بتوع المتطرفين؟ أول حاجة بيرفعوا شعار هو حق لكن يراد به باطل، الإسلام هو الحل. أيوة الإسلام هو الحل، بس أنت لما بتيجي بتتقدم ما بتقولش الإسلام هو الحل. أنت أنا عاوزك تقدم لي برنامج هتعمل إيه في القضايا الاقتصادية وقضايا التعليم وقضايا الصحة وقضايا كذا وقضايا كذا وقضايا كذا. وعندنا كثير جدا من قضايا المجتمع أنا بسميها محايدة عقائديا، لم يأتي فيها أمر في القرآن بالإثبات ولا بالنفي. فممكن يعني تعمل تبدأ بصناعات ثقيلة ولا صناعات خفيفة، تخلي الابتدائي 6 ولا 10 ولا 15 سنة. دي قضايا كلها أنا بسميها محايدة عقائديا لابد أن توضح. خطأ فكرة الجماعات، فكرة جماعة إسلامية أنا بشوف إنها غلط. كلمة جماعة إسلامية يعني إيه؟ يعني طب اللي خارج الجماعة دي يعتبر إسلام ولا مش إسلام؟ وأنا برفض فكرة جماعات، ما تأخذونيش يعني، أنا برفض فكرة جماعة سلفية. السلف ليس جماعة، إنما السلفية منهج. السلفية منهج، نحن نتبع المنهج الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. فكلمة سلفية وبعدين 500 جماعة سلفية جهادية وسلفية كذا، فماذا؟ ففكرة جماعة أصلا بالشكل ده. فكرة الخلافة، هم بيقولوا الخلافة أن كل المسلمين في العالم يكونوا تحت خليفة. لا، فكرة الخلافة يعني رئيس دولة، يعني هي كانت بتسمى أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده خلافة، يعني رئيس دولة. ممكن يبقى فيه يعني 50 خليفة في المجتمع في العالم. ممكن في كل مجتمع يكون فيه رئيس يعني بالشكل ده. فإحنا الإسلام ما جابش نظام سياسي، الإسلام لم يأتي بنظام سياسي، إنما أتى بمنظومة من القيم التي تحكم المجتمع، ما جابش نظام سياسي محدد. هذه المجموعة أنا بتكلم بسرعة عشان بس يعني أول حاجة سيادة العدل، سيادة الشورى، المساواة، سيادة القانون، الولاء للوطن، يعني هذه كلها فكرة العصمة. هم بيؤمنوا بفكرة العصمة، لا ما فيش حاجة اسمها عصمة. العصمة انتهت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى جوار رب. أنا عارف، حاضر معالي الرئيس، أنا حاول يعني العصمة، هم بيؤمنوا بالعصمة، احنا ما بنؤمنش بالعصمة، بيؤمنوا بالبيعة وبالسمع والطاعة وعدم إعمال العقل في وهذا ضد الدين، ضد الدين وضد الدين وضد الإنسانية وضد العقل وضد الفطرة وضد كل حاجة. يعني المراقبة ومحاسبة الحاكم أمر شرعي وقانون، هم لا ما عندهمش، الحاكم ما يقوله هو اللي، وإحنا شفنا عندنا حصل إيه. هم يرفضون فقه مراقبة ومحاسبة الحاكم، عندهم فكر ثيوقراطي، يعني بيعتبدوا الحاكم ده منزل من عند ربنا والرسول بيجي يأمره بكذا وأمره بكذا وبيصلي خلفه كما قيل عندنا كثيرا. فكرة التكفير، هم بيكفروا كل ما ليس على مذهبهم، عندهم مذهب وفكر معين
كل ما ليس على مذهبهم يكفروه، وبدم كفروه يبقى استحلوا دمه واستحلوا ماله واستحلوا عرضه. يؤكدون جاهلية المجتمعات المعاصرة. طبعا احنا عندنا العدالة الاجتماعية بتاع سيد قطب سنة 49 مصيبة، معالم في الطريق سنة 64 مصيبة، عندنا ايضا كتابه في ظلال القرآن فيه وفيه. مفهوم الجاهلية في القرآن يعني ورد في 4 آيات معروف، مش لا انتوا عارفينهم. الجاهلية في القرآن تدور حول الجهل بحقيقة الألوهية وخصائصها او السلوك غير لا علاقة لها بالنظم السياسية ولا الاقتصادية، ولا يمكن وصف كل المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ولا يمكن وصف كل من لا يدخل في جماعة معينة، إخوان ولا غير إخوان، جماعة سلفية ولا غير سلفية، كل من لا يدخل نوصفه بالجاهلية، مصيبة كبيرة جدا. عدم الاعتراف أو التشكيك في مشروعات الدولة، هم ما بيعترفوش بفكرة الوطن، وبيقولوا الوطن ده حفن التراب، شوية حفن التراب، لا، ده الوطن ده رئيس. أمال هو النظام الإسلامي بيطبق فين؟ في وطن؟ مش عايزين نتكلم كتير. الوطن مقدس، يعني جزء أساسي من فكر الإسلام ومن قداسة الإسلام. مفهوم الجهاد عندهم هو حرب كل الغير مسلمين على طريقتهم هم، داخل المجتمع وخارج المجتمع. لا، احنا عندنا الجهاد ضد الفقر، الجهاد ضد المرض، ضد التخلف، الجهاد ضد الشيطان، الجهاد ضد النفس. عندنا أنواع كثيرة جدا من الجهاد. والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر خلاص. لا يعني هم لا يؤمنوا بالتسامح ولا بقبول التنوع ولا التعايش السلمي مع من لا ينتمي للجماعة. طبعا ده مش مبدأ رئيسي، ده يتصادم تماما مع مبدأ قيام الدولة. فرض مذهب فكري معين على الناس. وانا حتى بقول للأئمة وانا بديلهم محاضرات بقول لهم اوعوا تفرضوا مذهب فكري على الناس، انما اقول لهم ده يعني هذا ده في مذهب بيقول كذا ومذهب بيقول كذا. طيب على العموم انا مش يعني كفايه هذا، والورقه بين ايديكم ومعالي الرئيس يعني احنا مش قده. فهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.